رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاه سبايسي ميكس. لو عايز اسال بقى الشباب بعد الكليب اللي احنا شفناه بتاع 3 مرات ده، المهرجانات ايه ده؟ ايه الصمت اللي انا وقعت فيه مره؟ ايه الرياكشن ده اصلا؟ طب ناخد اول رياكشن هناك كده ونقول المهرجانات. انت ايه رايك في المهرجانات؟ اوتوتيون بس حضرتك. نعم. لا شغل الكونسرت فتور ده بلاها. حاولت اسمع ما فهمتش والله. ايه يا فندم؟ اوتوتيون. انت شغال اوتوتيون؟ طب بقى تغني براحتك. انت ممكن تغني على فكره. لا انا كنت بغني اصلا. ده حمادة جه الصبح قال لك انا من المهرجانات. نوضح بس الاوتوتيون ده برنامج. انا عارف الكمبيوتر عشان الجمهور، بس عشان انا بتضايق قوي من الفنانين الممثلين. انا منتظر تقول لي لا والله كويسين، لا والله مش كويسين، لقيت اوتوتيون. ما انا عارف الاوتوتيون ده برنامج على الكمبيوتر بيغير صوت يا جماعه كده، فبيخلي الصوت معدني شويه. هو ده الاوتوتيون. كملي بقى. كملي. لو حماده جه قال لكم تعالوا نعمل مهرجانات بقى كباري وخلاص. حماده مستحيل يقول كده. بالظبط. هتقولي له لا هتعترضي؟ هو حمادة مستحيل فعلا يقول كده. انت موافقه على مهرجان بره؟ مش موافقه. لا مش موافقه. مستحيل. لا انت قلت لها يعملوا مهرجان بره. معلش انا اسف. انتوا مش ماضيين عقد؟ هنعمل مهرجان اللي انت شايفه العقد.